أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد نرسل فيه أبرز ما كتبت الصحف العراقية والدولية ونبدأ من العناوين. جاء في المدى التأشيرة السياحية وعبر بيلاروسيا لم تعد سالكة للهجرة. نقرأ في يقين نت العراق الأول عالميا بكمياتها ألغام ومخلفات حربية تهدد ثلث سكانه. جاء في ديلي التلغراف مخاوف من تجرذم إثيوبيا على الطريقة اليوغوسلافية وتحولها إلى سوريا لكن بشكل أكبر. نقرأ في عربي 21 أذربيجان تؤكد استمرار التوتر على الحدود مع أرمينيا. عنونت القدس العربي أزمة حشود اللاجئين على حدود بيلاروسيا مع بولندا تتفاقم وسط تبادل اتهامات ومساعي للحل. فاينانشال تايمز ثورة السعيد المضادة تصطدم بالواقع وفشله سيؤدي إلى أسوأ نظام سياسي. نقرأ في العربي الجديد السلطات تستبق تظاهرات السودان بإغلاق جسور في الخرطوم. أهلا بكم، نبدأ من صحيفة القدس العربي. هل حقا حاولت الأفاعي اغتيال المزمار في العراق؟ سؤال وجيه يتساءل الكاتب مثنى عبد الله، من يفك لغز محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي التي حدثت في الأسبوع الماضي؟ من يملك المعلومة وليس الخبر أو التحليل؟ من القادر على الإشارة إلى تلك الجهة التي حاولت رسم الحدث؟ هل حقا حاولت الميليشيات المسلحة اغتياله؟ أم أن المشهد تم رسمه وإخراجه في دوائر أخرى؟ كما يبقى المزمار لولاية ثانية وأداة للآخرين ينفخون فيه ويلمعونه لمراقصة الأفاعي وليس قتله. على مدى 18 عاماً والميليشيات المسلحة تقتل وتخطف وتعتقل وتغيب وتهجر وتسرق وتستثمر في الفساد وأموال الفساد، وتصدر الميليشيات إلى ساحات خارجية للقتال، كما أن لها ناطقين رسميين وإعلاماً نافذاً وفضائيات ومراكز أبحاث ومعسكرات ومقرات، وقد وصلت إلى السلطة وحصلت على مقاعد في البرلمان بقوة السلاح والمال، وفي الوقت نفسه وعلى رؤوس الأشهاد تقصف المراكز السيادية للدولة من مطارات ومؤسسات حكومية، وتستعرض قوتها العسكرية في شوارع العاصمة بغداد، وتطوق المنطقة الدولية الخضراء التي فيها مقرات الحكومة والبعثات الأجنبية. أما رئيس الوزراء ذلك المزمار الذي تنفخ فيه الولايات المتحدة وتلمعه كي تراقص به أفاعي إيران، فما زال أقوالا بلا أفعال. فعلى مدى أكثر من عام تلقى كما هائلا من الإهانات على يد الميليشيات، لافتات تشير إلى أنهم سيقطعون أذنيه، تطويق مكتبه بقوات الميليشيات، ثم إجباره على إطلاق سراح عناصر من المجاميع المسلحة كان أصدر بياناً عنهم قال فيه إنه تم إلقاء القبض عليهم بالجرم المشهود وهم يحاولون قصف مطار بغداد. واليوم وبعمدى قيل إنها محاولة اغتيال، وقف ليقول سنلاحق الذين ارتكبوا الجريمة، نعرفهم جيدا وسنكشفهم. أحقا هذا هو منطق وتصرف رئيس وزراء وقائد عام للقوات؟ كان الفيلسوف والسياسي الإيطالي نيكولو ميكافيلي صاحب الكتاب المشهور الأمير يعلن دوما خوفه من المرتزقة لأنهم يذهبون لمن يدفع أكثر. اليوم عاد هؤلاء إلى المسرح تحت تسميات مختلفة، ومنهم الأذرع الإيرانية بالمنطقة. فمن يستطيع نفي أن المحاولة كانت عملية اغتيال تحت السيطرة؟ ومن يستطيع إنكار أن هناك أجنحة في الميليشيات تم اختراقها وأصبحت أداة طيعة بيد الولايات المتحدة تراقص بها إيران في لعبة دولية محسوبة؟ عن ليل الديمقراطية الطويل في العراق كتب رعد أطياف، الشعب العراقي يتوق إلى قيام الحرية والديمقراطية.
ونخبه السياسية تصفي حسابا عسيرا مع كل ما يمت للديمقراطية بالصلة، وتبدو المعادلة معكوسة تماما هنا. الشعب يريد الديمقراطية، والنخبة السياسية التي تحكم باسم الديمقراطية تريد الاستبداد. الشعب ينتخب لضمان حق الأغلبية السياسية، والنخب السياسية تحتقر هذه الإرادة الشعبية. الشعب ينتخب من أجل الحرية التي ضمنها لها الدستور، والنخب السياسية تعمل بمبدأ تكميم الأفواه وتصفية المعارضين. في كل حدث انتخابي تثبت لنا الأحداث الحقيقة التالية: إن كان ثمة شيء غريب في هذه العملية السياسية العجيبة هو كراهية الديمقراطية والحقد الدفين على التداول السلمي للسلطة. المتحكمون في المشهد السياسي لا يرتضون بالديمقراطية بدلاً ما لم تكن متسقة مع رغباتهم السلطوية. التهديدات التي نسمعها من القوى الخاسرة والاعتراضات اللامنطقية على نتائج الانتخابات ليست جديدة، إذ لم ننسى ذلك المخاض الطويل الذي دام 9 أشهر بالتمام والكمال، وفي حينها انتصرت خرافة الكتلة الأكبر على مكتسبات الكتلة الفائزة بأغلب الأصوات. ذلك أن الأسطورة الطائفية تقول: من يحصد أكبر عدد من الأصوات ويتصدر قائمة الأغلبية فلا يحق له تشكيل الحكومة. وما يحدث اليوم من رفض واحتجاج ضد النتائج الأخيرة للانتخابات التي منيت بها القوى الشيعية الخاسرة الممثلة لأغلب فصائل الحشد الشعبي ليس غريباً على ذاكرتنا القريبة ضمن هذا المنطق السياسي المعلوم للقاصي والداني. يمكننا أن نستنتج كالتالي: حتى لو بذل الناخبون جهداً استثنائياً ومميزاً في استبعاد الكثير من السياسيين السابقين، غير أن الشتيمة الشهيرة عند عموم العراقيين "الشعب هو المذنب" تبقى سارية المفعول. وكلما نكل السياسيون بهذا الشعب وقفزوا على استحقاقاتهم الانتخابية وأبدوا احتقاراً واضحاً لأسس الديمقراطية، سنرجع مرة أخرى لشتيمة الشعب العراقي. الديمقراطية، وهل يفقه الشعب معنى الديمقراطية؟ من خيرات الديمقراطية العراقية رئيس وزراء لا يأتي إلا بكرنفال تسوية، ونواب لا يصوتون بحرية إلا بعد مباركة رئيس الكتلة. النتيجة سلطة سياسية رخوة وفساد ونهب علني للثروات، وقوة مسلحة لا تأتمر بأوامر المؤسسة الرسمية. ضمن هذه المقدمة لا تظهر دولة المؤسسات إلا بتغيير هذه المعادلة. أما الخطابات السياسية المنمقة لا تقدم ولا تؤخر. ونقرأ مقالاً للكاتبة نور العبيدي في صحيفة الميثاق الوطني: الانتخابات العراقية، تقول، تشبه سيناريو مسرحية هزلية يكون فيها الضاحك هو نفسه المضحوك عليه. ونشاهد هذا الحدث كل 4 سنوات، ولكن هذه المرة مختلفة. بعد انتهاء الانتخابات التي لم يشارك فيها أغلب العراقيين، التي كانت كأكثر نسبة هي 20% من الشعب، بدأت عملية الفرز لصناديق الانتخابات آلياً من قبل المفوضية العليا، وكانت النتائج صادمة للساسة عكس الذي كانوا يتوقعونه من بعد كل ما فعلوه من دعايات وشعارات زائفة صدعوا رؤوسنا بها، وفتاوى لجعل الانتخابات عملية جهادية من أجل الحفاظ على مناصبهم. لذلك وجدنا الكل يحتج على هذه النتائج التي كانت غير منصفة على حسب قولهم لكل الموجودين في الانتخابات من أحزاب وميليشيات تابعة لإيران. هذا الذي دفع قاآني قائد الحرس الثوري الإيراني القدوم إلى العراق من أجل دعم بيادقهم المنتخبة. وبعد إعلان النتائج وجدنا أغلب الساسة تساقطوا واحدا تلو الآخر بصورة مدوية وموجعة لهم جدا، إلى حد أوصلهم إلى تعطيل العد الإلكتروني للمفوضية واعتماد الفرز اليدوي من أجل تزوير الأوراق الانتخابية للحد من خسارتهم. وبعد العد اليدوي كانت هناك أحزاب وميليشيات لم تأخذ كفايتها من المقاعد،
فوجدناهم يتراشقون التهديدات والاتهامات بالتزوير والتلاعب لبعضهم البعض، لأن كل واحد فيهم كان يطمع أن يعتلي منصباً لخدمة أسيادهم الإيرانيين وتعزيز هيمنتهم ومشروعهم. وكل هذا التخبط وإدخالهم بهذا الصراع هو بسبب عزوف من قبل الشعب العراقي عن الانتخابات، فقد كانت إرادته أقوى من هؤلاء الشرذمة بعدما عزف الشعب العراقي عدم الذهاب إلى الانتخابات وإعطاء أصواتهم لمن يقتلهم على مدار 18 سنة متتالية. أذهلهم الشعب وجعلهم يتناحرون فيما بينهم كما تتناحر الضباع. فارون من جنة النفط إلى جحيم الهجرة، حدود أوروبا مقبرة جديدة للعراقيين، على خط حدود بيلاروسيا من جهة ودول الاتحاد الأوروبي من جهة أخرى، شباب عزل، أطفال ونساء يتضورون جوعا، معظمهم من الجنسية العراقية. كل شيء هناك لا يبشر بخير، فبينما تقوم السلطات البيلاروسية باستغلال هؤلاء لأغراض سياسية بحتة تجاه الاتحاد الأوروبي، العراقيون في غنى عنها أصلا. ما يزال الحلم الأوروبي يراود أولئك الذين اختاروا الفرار من جنة النفط ليصدمهم الواقع بجحيمه القارس. نستمع إلى تقرير لصحيفة المدى. بولندا أحد أكثر الدول التي يختارها العراقيون طريقا إلى القارة العجوز، لكنه حتما انتهى ليكون مقبرة لهم، بحسب ما يقول المهاجر العراقي عماد المنهي للمدى، ويتخذ من مينسك بيلاروسيا ملجأ له في الفترة الحالية، رغم أن خياره الأول لا يزال أقصى الغرب الأوروبي. المنهي وغيره من الشباب ما زالوا لم يفقدوا الأمل ويقومون بمحاولات عبور عدة، آخرها كانت من الحدود البيلاروسية الليتوانية، لكن آخرين انتهى بهم المطاف ليكونوا ضحايا إما للرصاص أو لبرودة الطقس والجوع وافتراش العراء. وتتهم دول الاتحاد مينسك بزج المهاجرين على حدودها وتهديدهم بأن العودة تعني موتهم، الأمر الذي أدى إلى سقوط عشرات الضحايا ما بين قتيل أو جريح. وتشير أنباء غير رسمية إلى أن أكثر من 20 عراقيا لقوا حتفهم، فضلا عن إصابة العشرات منذ بدء الأزمة. وقال كرار العبيدي للمدى إن طريق الهجرة الحالي غير الشرعي يختلف كثيرا عن الطرق التي سلكها آخرون خلال السنوات من 2010 إلى 2016، مشيرا إلى أن الطرق السابقة لم تكن مكلفة لكن حجم المخاطرة فيها كان أكبر. أما طريق الهجرة الحالي والذي كان سهلا حتى ألغي الطيران المباشر بين بغداد ومينسك قبل نحو شهر تقريبا للحد من تدفق المهاجرين العراقيين إلى ما تسمى بحدود الموت، الحدود البيلاروسية مع دول الاتحاد الأوروبي. أقرأ في العرب الجديد تحت عنوان السوريون يريدون حلا لا سرابا، كتب عبد الباسط سيدة مقالا جاء فيه: ليست أوضاع الدول العربية بصورة عامة على ما يرام، هذا معروف لدى المهتمين المتابعين، بل واقع ملموس بين أوساط الناس العاديين، لكون الموضوع قد أصبح جزءا من منغصات حياتهم اليومية في مختلف الميادين. ربما يختلف الساعون إلى تحديد بواعث هذه الظاهرة المستدامة وخلفياتها وآثارها حول بعض التفصيليات والأسباب، ولكنهم يتوافقون تماما بشأن مأساوية الظروف التي يعيشها الناس في معظم تلك الدول التي يعاني بعضها من خلافات داخلية وصراعات حول السلطة، كما الأحوال في السودان وتونس وليبيا. ولعل من نافل القول هنا التذكير مجددا بأن كل هذا ما كان له أن يحصل لولا سلبية المجتمع الدولي وتراجعه أمام الإصرارين الروسي والإيراني على الاحتفاظ بالأسد عبر دعم نظامه بكل أشكال الدعم. من تسبب في تهجير أكثر من نصف السوريين وقتل أكثر من مليون سوري ودمر المدن والبلدات السورية
وقضى على مستقبل جيل كامل لا تجوز مكافأته بذريعة أن ذلك سيبعده عن النظام الإيراني، والجميع يعلم أن العلاقة بين النظامين أكثر من عضوية ولا تشمل سوريا وحدها، بل تمتد إلى لبنان واليمن والعراق وفلسطين وتستهدف المزيد. وهناك حديث عن مبادرات وتوافقات ولا أوراق، لكن ذلك كله يصطدم بتناقضه مع الوقائع وتجاهله طبيعة هذا النظام الذي أدمن التقية وأثبت في جميع المراحل عدم التزامه بأي وعد أو تعهد. عبد الباسط سيدة يقول: مجلس التعاون الخليجي بقيادة السعودية يمكنه التأثير في المواقف العربية والإقليمية والإسلامية، ويستطيع بفضل تأثيره في الميدان الدولي أن يتدخل لإعادة التوازن إلى الوضع المختل في المنطقة، وهذا ما سيكون في مصلحة دوله ومصلحة المنطقة بأسرها، وهو يستطيع من خلال حوارات إقليمية معمقة مع جميع الأطراف أن يدفع الأمور نحو تفاهمات وتوافقات تأخذ بالاعتبار مصالح شعوب المنطقة ودولها، وتمهد الأرضية لحلول سلمية تضع حداً للآثار المدمرة التي تركتها النزاعات والحروب التي تعيشها منطقتنا منذ عقود. أما في عربي 21 يقول الكاتب عصام نعمان: ما جدوى الانتخابات طالما لا دولة ولا إصلاحات في لبنان؟ في ختام زيارة للبنان استغرقت 12 يوماً شملت مناطق بيروت والشمال والجنوب ووادي البقاع، درس خلالها ومحص وقارن، أعلن مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان أوليفيه دي شوتر مذهولاً التقصير في المسؤولية على أعلى مستويات القيادة السياسية وصدمته لانفصال المؤسسة السياسية عن واقع الذين يعيشون في فقر مدقع على الأرض ويفتقرون إلى مياه الشرب المأمونة والكهرباء والمستشفيات. احتفظ أهل النظام الطائفي بسلطتهم وتوارثوها منذ الاستقلال سنة 1943، وعززوها بعد اتفاق الطائف عام 1989، وأعادوا إنتاج النظام من خلال قوانين لا ديمقراطية للانتخابات، وها هم اليوم يتشاحنون حول البنود الأنسب التي يريدون تضمينها القانون لضمان إعادة انتخاب ممثليهم في الانتخابات المفترض إجراؤها في ربيع السنة المقبلة. ولن تكون مقاطعة الانتخابات فرصة ضائعة، لأن إجراءها في ظل قانونها الحالي اللاديمقراطي سيعيد إنتاج المنظومة السياسية الفاسدة ذاتها، ومعها استمرار الأزمة المستفحلة وتعاظم الانهيار. كثير من السياسيين والمراقبين والإعلاميين وحتى من أحزاب السلطة ذاتها يشككون في مصلحة أهل النظام، ناهيك من قدرتهم على إجراء الانتخابات في موعدها. ولن تكون مقاطعة الانتخابات فرصة ضائعة، لأن إجراءها في ظل قانونها الحالي لا ديمقراطي سيعيد إنتاج المنظومة السياسية الفاسدة ذاتها، ومعها استمرار الأزمة المستفحلة وتعاظم الانهيار، الأمر الذي يعزز سخط غالبية اللبنانيين ويؤدي إلى تعزيز قوى التغيير والإصلاح، ومن ثم إلى تقويض نظام المحاصصة الطائفية وبزوغ مسار بناء دولة المواطنة المدنية الديمقراطية. في خبرنا اليوم، على بعد 33 كيلومترا جنوب العاصمة الأردنية عمان تقع مدينة مأدبة التي يعود تاريخ تأسيسها إلى الموابيين في القرن 13 قبل الميلاد. تشتهر المدينة بالفسيفساء حتى باتت تعرف بهذا الاسم لكونها تزخر بالكثير من المعالم التاريخية التي يزينها هذا النوع من اللوحات، وتضم مراكز متخصصة في تعليم فن أصبح عنوانان لها. انطلاقا من ذلك، راودت سامر الطوال أحد سكان المدينة فكرة أن يجعل منها علامة فارقة عندما قرر تشكيل أكبر لوحة جدارية على مستوى العالم وإدخالها كتاب غينيس للأرقام القياسية.
ويتيح دخول مركز زوار مأدوبة للاطلاع على مسار العملية والطريق الملوكي والذي جرى خطه بأحجار من البازلت والرخام والجرانيت ليصبح أكبر لوحة فسيفساء في العالم، مساحتها 180 متراً مربعاً. متابعة ممتعة مع الكاريكاتير. إلى اللقاء.